Yeah, well, Bennett, you thought it was a ghost of a graduate medical students. احنا ب revising surgery from manipal manual of surgery a book written by students for students. المرة اللي فاتت وقفنا عند ازاي نحضر عيان colonic carcinoma for surgery pre-operative preparation. فطبعا العيان ده الكولون بتاعه مليان براز loaded with bacteria ودي خطر جدا على الانستموزس بتاعك, ممكن يحصل منه ليك, فلازم تعمله تحضير قولوني اللي هو ميكانيكال باول بريبريشن. وجدوا ان احسن ميكانيكال باول بريبريشن ان العيان ياخد بالفم 2 لتر بولي ايثيلين جلايكول, ده ملين بيشتغل بالاوزموزس, وبطلنا نعمل الانيما بتاعت زمان. فهو بياخده بالفم بينظف كل الجي اي تي 12 hours before surgery, ويستحسن يكون التحضير ده يكون في المستشفى لان معظم العيانين بيبقوا عندهم كاردياك بروبلم, فممكن جدا يخش منك في ديهيدريشن لو انت مش مونيتورنج هيم ويل. فده انت كده لازم تقلل تنظف الامعاء وتقلل البكتيريا اللود عشان تعرف تشتغل من ناحيه وتعرف تسلك وتعرف تعمل انستموزس كويس. طيب في نقطه تانية بقى اللي هي دور المضادات الحيويه. دور المضادات الحيويه, انت كمان عايز تقلل البكتيريا اللي في اليومن, فبتدي نوعين من الانتيبيوتيك. انتيبيوتيك يشتغل لوكالي على الكولونيك بكتيريا, وانترافينوس انتيبيوتيك علشان تقلل الانسنس اوف سيرجيكال سايت انفكشن. الانتيبيوتيكس اللي انت هتديها تشتغل لوكالي على الكولون اللي هي النيومايسين ومترونيدازول اللي هو الفلاجيل, بتديهم في اليوم الذي يسبق العملية واحد في الافترنون واحد في الايفنينج قبل في اليوم اللي قبل العملية. اوكي وبعدين at time of induction of anesthesia بقى في جوه اوضه العمليات بتدي انترافينوس انتيبيوتيك علشان تقلل السيرجيكال سايت انفكشن. بتدي ايه بقى هنا؟ مانيبال بيقول لك بندي ثيرد جينيريشن سيفالوسبورين. في واقع الامر اللي بيتاخد حاليا الحاجه المودرن الحاليه اللي هو سكند جينيريشن بلس فلاجيل. ان انت عايز طبعا انت خايف من ايه الجراثيم اللي انت خايف منها؟ الجراثيم اللي جوه القولون دي معظمها انيروب, فانت لازم تدي حاجه تشتغل على الايروبس والانيروبس. وانت بتفتح المشرط بتاعك بيفتح الجلد, الجلد عليه ايروبيك بكتيريا والكولون مليان انيروب, فلازم تدي حاجه تغطي الايروبيك والانيروبيك اورجانيزم. فبتدي كومباينيشن من السكند جينيريشن سيفالوسبورين بلس فلاجيل, ده بتدي ات اندكشن اوف انستيجيا يعني قبل ما تفتح الجرح بحوالي نص ساعة عشان يبقى تركيزه عالي في الدم. فلما تعمل الجرح بتاعتك والميكرو أورجانيزم تخش الدم تلاقي تركيز عالي للمضاد الحيوي وتموت. فده مجموعات الانتيبيوتيك اللي احنا بنديها لعيان الكولون كارسينوما قبل الجراحة أورال وانترافينوس, ودي ليها تايم ودي ليها تايم. دي قبل العملية بيوم بعد الظهر وبالليل, ودي at induction of anesthesia جوه اوضه العمليات. اوكي طبعا لازم تحضر العيان كويس لو عنده القلب منواطي تعليه, لو محتاج تي بي ان تديله تي بي ان. وطبعا قبل العمليه بيومين لازم يبقى الاكل بتاعه low residue diet عشان التحضير القولوني بتاعك يبقى مفيد. وطبعا لازم تديله بروفلاكسس اجنست دي في تي, ده راجل كبير في السن وهيعمل عمليه كبيره فبندي ايه مينوكسبارين. نيجي بقى لايه للبرنسبلز اوف سيرجري. البرنسبلز اوف سيرجري ان انت لازم السيرجري بتاعك تكون راديكال. يعني ايه راديكال؟ يعني لازم تشيل السيجمنت اوف كولون اللي هي فيها السرطان ومعاها الليمفاتكس بتاعتها والليمف نودز والفات والفاشيا ان راديكال مانر. ولو هي attached to nearby organ لازم الأورجان ده كمان يتشال in block علشان العملية بتاعتك تبقى راديكال. الهدف بتاعك ايه؟ الهدف بتاعك ان الفيلد بتاع العملية ما يبقاش فيه
أي gross evidence أو microscopic evidence of residual tumor. ده الهدف بتاعك. أوكي؟ طيب. نيجي بقى نشوف إيه هنا ودي لخصها مانيبال في الـ 10 commandments of surgery for الوصايا العشرة لجراحة القولون. الوصايا العشرة لجراحة القولون. ايه الوصايا العشرة لجراحة القولون؟ قال لك طبعا ايه احتمال ان انت تعمل العيان ده كولوستومي او اليوستومي، يبقى لازم قبل العملية، قبل ما يروح اوضه العمليات تحدد مكان الاستوما. ليه؟ هتفرق مع العيان قوي في البوست اوبرتيف لايف ستايل. لو مكان الاستوما بتاعك على جدار بطن العيان متعب، العيان هيتعذب جدا. انما لو مريح وفي مكان كويس وبعيد عن البوني بروميننس وبعيد عن الجرح، وهيقدر يحط عليه كيس جمع البراز بصوره جيده، هيبقى الايه سايكولوجيكال امباكت بتاع الكولوستومي هيبقى قليل. النقطة التانية، لازم الانسيجن بتاعك يبقى أدكويت. النقطة التالتة، لازم لما تخش البطن تدور على ميتاستاسيز عشان تحدد الستيج اللي انت شغال فيه. النقطة الرابعة، لازم يبقى فيه سيفتي مارجن بعيد عن التيومر اتليست 7 سنتي. وطبعا في بعض الفروقات في الريكتال كارسينوما، الديستال مارجن يكفي ان هو يكون 2 سنتي. النقطة اللي بعد كده، لازم تتبع النو تاتش تكنيك، يعني ما تقعدش تعمل مانيبوليشن جامد في الحتة اللي فيها كانسر وإلا هتعمل سبريد. فيستحسن ان انت تعزل المكان اللي فيه كارسينوما بتيب بروكسيمال وديستال، وتتعامل مع الفاسكولار بيديكل الاول علشان تقلل الديسيمينيشن الفينوس ديسيمينيشن بتاع المالجنانت سيلز. اوكي؟ وبعد كده وانت بتعمل انستموزيس، برينسيبال مهم جدا جدا جدا، ان انت لازم القط انس اللي انت بتوصلها تكون بليدنج، يعني ويل نارشد، والا الانستموزيس بتاعك هيحصل فيه نكروزس وهيحصل فيه ليك. نقطه مهمه جدا وانت بتعمل انستموزيس، نو تنشن، لان لو في تنشن على الانستموزيس is going to leak. النقطه الرابعه، لما العيان يكون الكتيف يستحسن العمليه بتاعتك تكون وان ستيج اوبريشن، يعني في نفس العملية تشيل الورم وتعمل توصيل بدون أي كولوستومي، والعيان مش هيحتاج أي تدخل جراحي تاني. أوكي؟ آخر نقطة بقى، الوصية العشرة إيه هي بقى؟ لو أنت بتعمل anastomosis low in the pelvis for example low anterior resection، وده مكان صعب ولما هيحصل فيه ليك هتبقى مشكلة خطيرة جدا، فيستحسن أن أنت بتعمل protection anastomosis ده ب what is called temporary ileostomy وليس كولوستومي. temporary ileostomy وليس كولوستومي. لغاية لما تتأكد ان الانستموزيس بتاعك عدى وكويس، بعديها ب4 أسابيع بتقفل الايه الاليوستومي. اوكي؟ يبقى دي الوصايا العشر لجراحات القولون. هيجي واحد يسأل دلوقتي، نعمل العملية دي بالمنظار ولا نعملها بالاوبن سيرجري؟ وجدوا ان اللابروسكوبيك سيرجري بتدي نفس الانكولوجيكال ريزلتس بتاعت الاوبن سيرجري، بس بتتفوق عليها في ايه بقى؟ طبعا الحاجات اللي بيتميز بيها اللابروسكوبي اللي هي ايه؟ شورت هوسبيتال ستاي وديكريز بين بوست اوبرتيف وايرلي ريزومشن اوف اكتيفيتي بوست اوبرتيف. كل الحاجات دي بتدي تفوق للابروسكوبي، الى جانب اللابروسكوبي بيتمتع بالماجنيفيكيشن خلال الجراحه. فكل الحاجات دي بتعلي كفه اللابروسكوبيك كوليكتومي على الاوبن سيرجري ايه كوليكتومي. اوكي؟ طيب هنيجي بقى ليه الـ different types of surgery، ودي احسن حاجة ان احنا نشوفها على الفيجرز. ايه بقى العمليات اللي بتتعمل على القولون في حالات التيومرز؟ فزي ما انتوا شايفين هنا، لما يكون التيومر في السيكم، ادي تيومر اهو في السيكم او الاسندنج كول، بنعمل حاجه اسمها ايه رايت هيميكولوكتيف. يعني ايه؟ بنشيل 7 سنتي تقريبا من التيرمينال اليوم، وبنشيل السيكم والزايده طبعا والاسندنج كول، واخد بالك، وبنشيل تلت ترانسفيرس كول، وبعد كده بنوصل
الاليوم بالكولون اليوكوليك انستموزس بالدباسه، واخد بالك؟ فدي العمليه دي اسمها ايه؟ رايت هيمي كوليكتوم. العمليه دي اسمها رايت. كنا زمان بنشيل 30 سم من الاليوم، طبعا ده كان بيأثر على الانتيرو هيباتيك سيركوليشن بتاع البايل وبيعمل للعيان مشاكل، انما دلوقتي الاكتفاء جاست ايه 7 سم من التيرمينال اليوم، فدي رايت هيمي كوليكتوم. اوكي طيب نيجي بقى ايه، افرض الورم كان في السيكم وانفيدنج البوسيو ابدومينال وول، يعني ماسك مثلا في الالياك فيسلز، واخد بالك؟ فهو اصبح الورم ده ايه انوبرابل، والعيان طبعا مسدود، فهتعمل له ايه؟ تفك زنقته بايه؟ باليو ترانسفيرس انستموز، هتسيب الورم في حاله مش هتقرب منه، بتعمل له بالياتيف اليو ترانسفيرس انستموزس. دي حالات نادره جدا جدا جدا. اوكي طيب نيجي بقى، هنفترض بقى الورم موجود فين؟ في الهيباتيك فليكشر اوف ذا كولون، فبنعمل حاجه اسمها اكستندد رايت هيميكولكتومي، نفس العمليه السابقه بس بتزود بقى، يعني الديستال مارجن بتاعك بيبقى عند الايه الديسندنج كولون، وبتوصل للايه الاليوم بالديسندنج كولون. العمليه دي اسمها ايه؟ اكستندد رايت هيميكولكتومي، بنعملها لما الورم يبقى في الهيباتيك فليكشر او في الرايت ثيرد اوف ذا ترانسفيرس كولون. اوكي طيب، لما يكون الورم موجود في الترانسفيرس كولون اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، هنعمل ايه؟ هنعمل ترانسفيرس كوليكتومي، هنربط الميدل كوليك ارتر ونعمل ترانسفيرس كوليكتومي، وبعد كده نعمل كولو كوليك انستموزس، بعد كده نعمل كولو كوليك انستموزس. طيب لما يكون الورم موجود في الليفت كولون او موجود في السبلينيك فليكشر، بنعمل ليفت هيميكوليكتوم، بنشيل الديستال ثيرد اوف ترانسفيرس كولون وكل الليفت كولون لغايه السجمويد، وساعات نشيل السجمويد كمان، وبنعمل ايه؟ بنعمل كولو ريكتال انستموزس او كولو كوليك انستموزس. اوكي لما يكون الورم في ريكتو سجمويد اريا، وده فيري كومن، احنا قلنا ايه اغلب اورام القولون هتبقى في السجمويد، في الريكتو سجمويد وفي الريكتم، فبنعمل ايه؟ بنعمل ليفت هيميكوليكتومي ويز كولو ريكتال انستموز. اوكي فده بالنسبه للديفرنت تايبس اوف سيرجري اللي بتتعمل لي في الكولون. اوكي واتفقنا في الرايت راديكال هيميكوليكتوم الحاجات اللي انت هتشيلها، اخر 7 سم في الاليوم، كل الرايت كولون، و 1 ثيرد اوف ترانسفيرس كولون، وطبعا لازم تشيل الفات والفاشا والليمفاتكس واللمف نود. بعد ما تربط الفيسلز عند الاورجن بتاعها، بتربط عند الاليوكوليك وبتربط الرايت كوليك وبتربط الرايت برانش اوف ميدل كوليك ايه ارتري، وده نفس الكلام في كارسينوما اوف ذا ترانسفيرس كولون وكارسينوما اوف ذا ليفت كولون. بتسأل في الشفوي بيقول لك ايه الحاجات اللي انت ممكن تأذيها وانت بتعمل رايت هيميكوليكتوم؟ طبعا الديودنم واليوريتر والجونادال فيسلز. اوكي ده منظر لايه؟ ده في هنا في الهيباتيك فليكشر اوف ذا كولون ورم، وتعمل له ايه؟ رايت راديكال هيمي كوليكتوم. اوكي وهنا الفيجر ده مبين ليفت سايدد كارسينوما في الكولون انفلتريتنج السبلين، تعمل لها ليفت راديكال هيمي كوليكتومي وسبلينكتومي في نفس الوقت. اوكي واتفقنا كارسينوما اوف ذا سجمويد كولون هتعمل سجمويد كولكتومي وليفت سايدد كولونيك تيومر، ليفت سايدد كولونيك تيومر ويز انتستاينال اوبستراكشن، دي فيري كومن فيري كومن، هنشوفها في الصوره دي. دلوقتي انت ايه، طبعا اتفقنا ان معظم الحالات بتبقى في الريكتو سجمويد، ساعات يجي لك الاستقبال
الحتة دي مقفولة، العيان عنده انتستانال اوبستراكشن وعنده 70 سنة، واخد بالك؟ فانت لو عملت ليفت هيميكوليكتومي وعملت توصيل كولو ريكتال انستموزس، خد بالك العيان ده كان عنده انتستانال اوبستراكشن، فالكولوم بتاعه فيري هيفلي لودد with feces، واحتمالات ان الانستموزس بتاعك يفرقع ويحصل بروتونايتس عالية جدا، وفي نفس الوقت العملية لينثي اوبريشن. فانت كنا زمان نعمل ايه بقى؟ كنا زمان نعمل حاجة اسمها 3 ستيج اوبريشن، 3 عمليات ورا بعض في ازمنة مختلفة. ازاي بقى؟ العيان اللي هو جاي لك بانتستانال اوبستراكشن عشان عنده اوبستراكتنج ليجن هنا في السجمويد او في الريكتو سجمويد اريا، كنت جاست نعمل له ايه؟ ترانزفيرس كولوستوم اللي انتوا شايفينها دي. فالترانزفيرس كولوستوم دي هتريح الايه؟ الاوبستراكشن، والعيان هيعيش. بعديها ب4 اسابيع او 6 اسابيع ندخل العيان اوضه العمليات تاني، نعمل له ريسكشن، نعمل له ريسكشن لراديكال ريسكشن للسيجمنت اللي فيها الورم، ونقفل البلاد سبلاي بتاعها، ونعمل له انستموزس، نعمل له انستموزس كولو ريكتال انستموزس، ونسيب الكولوستومي زي ما هي. تبقى دي العمليه نمره 2. بنسيب الكولوستومي ليه؟ عشان تحمي الايه؟ الانستموزس، ما بتخليش اي حاجه تعدي على الانستموزس، فالانستموزس بيقفل كويس. اوكي، بعد اخر عمليه بقى نمره 3، بعديها ب4 5 اسابيع ندخل عيان اوضه العمليه تاني نقفل له الكولوستوم. فدي اسمها ايه؟ الثري ستيج اوبريشن. في الاول خالص نعمل كولوستومي، نعدي الزنقه الاولانيه، وبعد كده نعمل ريسكشن انستموزس، وتالت عمليه هنقفل الايه؟ الكولوستوم. فدي اسمها 3 ستيج ايه؟ اوبريشن. وجدوا بقى ان احنا ممكن نختصر التلات عمليات دول في عمليه واحده، اللي هي ايه بقى؟ انت لو قدرت، انت داخل العيان طوارئ في الامرجنسي، جاي لك بانتستاينال اوبستراكشن، جاي لك بانتستاينال اوبستراكشن، وادي جزء من القولون اللي فيه الورم، هنفترض الورم هنا قافل الدنيا، وكل الكولون لودد وسفيسيس. فلو قدرت ان انت تعمل اون تيبل اريجيشن، تفضي الجزء ده من الفيسيس، هتقدر تعمل سيف انستموزس ما بين الجزء ده والجزء ده. ازاي بقى؟ بتشيل الزايدة، بتشيل الزايدة، وبتحط أسطرة فوليز في الاستامب بتاع الابندكس وبتقفل عليه، وبعد كده بتعلق محلول ملح، وبتحط فيه، بتمشي ملح 100 سنتي مثلا في الساعة، واخد بالك؟ فبتبص تلاقي الملح بيخش، انت خلاص شلت الجزء اللي فيه الكارسينوما، والجزء ده مفتوح، بتركب فيه أنبوبة، بتبقى عادة أنبوبة التخدير، وبتوصلها على جردل جنب ترابيزة أوضة العمليات. تبص تلاقي الفيسز الملح ايه؟ قاعد يزيح في الفيسز، ينضف 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 ينضف. الموضوع ده بياخد له بتاع ساعة. ده اسمه ايه؟ اون تيبل اوريجيشن. يبقى انت فضيت السيجمنت دي من الفضلات، واصبحت كويسة جدا، كأن العيان متحضر. ساعتها توصل الاستوما دي ب الريكتم، يبقى انت عملت كل حاجة واختصرت التلات عمليات السابقة في عملية واحدة. دي اسمها ايه؟ اون تيبل اريجيشن. اوكي، فاذا كنا زمان في الليفت سايدد كولونيك تيومر اللي هو جاي بكولونيك لارج انتستين اوبستراكشن، فلاعتبارات كتيرة ما كناش نقدر نعمل ايه؟ وان ستيج اوبريشن. فكنا بنعمل كولوستومي الاول، وبعديها باسبوعين العيان يخش اوضه العمليات التاني، نعمل ريسكشن انستموزس، وبعديها بشهرين العيان يخش تاني عشان نعمل كلوجر اوف ايه؟ كولوستومي. ممكن حاليا نعمل سنجل ستيج اوبريشن عن طريق الاون تيبل اريجيشن اللي انتوا شفتوه، اللي هو بنغسل منه القولون على ترابيزه العمليات. اون تيبل اوريجيشن بيتكلم عليه مانيبال، عرفتوا الانديكيشن بتاعه، كارسينوما اوف ذا ريكتو سجمويد عامله اوبستراكشن، بنعمل ريسكشن الاول للكانسر، وبعد كده هيبقى عندنا فتحتين نحط عليهم كلامبات، وبعد كده نعمل ابندكتومي، ومن خلال فتح الاستامب بتاع الابندكس ندخل فولي كاستر، تكون كبيره طبعا عشان تغسل من خلالها، مقاسها 30 فرنش، وبعد كده زي ما انتوا شفتوا في الصوره الافلنت بتاع ده منظر
محطة ال ادي الفولي كاستر في الاستامب بتاع الابندكس، هو ادي الابندكس اهو على وشك ان هو يشيله، حط الفولي كاستر وقفل عليها بيرس سترينج ونفخ البالونة، وهيبتدي يغسل منها، هيبتدي يغسل منها بمحلول ملح، ده اللي هو اون تيبل ايه اريجيشن. وبعد كده هو بيغسل بمعدل مثلا 100 سنتي ملح في الساعة، لغاية لما يبقى الايه الناتج اللي جاي من الاستوما كريستال كلير، يقوم عامل الانستموزس بتاعه واخد بالك، ويسيب الفولي كاستر دي از سيكوستومي تيوب بتحمي الايه الانستموزس اللي هو عامله. بعد 10 ايام، بعد 10 ايام بيشيلها، طالما اطمن الانستموزس الكولوريكتال انستموزس اللي هو عمله ايه سليم. في حاجه بقى ايه ممكن تعرفها از ادفانسد ستودنتس اسمها انهانسد ريكفري افتر انستيجيا، ايراس، اي ار اي اس، اي ار اي اس. ايه انهانسد ريكفري افتر انستيجيا دي؟ من اسمها هم عايزين يسرعوا الريكفري بعد عمليات القولون ويقللوا الهوسبيتال ستاي، وفي نفس الوقت ما يضروش مصلحة العيان، ما يضروش مصلحة العيان. فعملوا بعض الإجراءات اللي هي ممكن تقلل الهوسبيتال ستاي وتقلل النفقات، وفي نفس الوقت لا تؤثر في الاوت كام بتاع العملية، يعني الستاندرد اوف كير عالي. مجموعة الإجراءات دي ايه؟ في منها مجموعة بري اوبرتيف ومجموعة انترا اوبرتيف ومجموعة بوست اوبرتيف. بري اوبرتيف وجدوا ايه بقى؟ وجدوا ان reduced fasting period. انت عارفين دايما طبيب التخدير يقولك ايه، صوم العيان 12 ساعة قبل العملية، دي وجدوا ان هي مدة كبيرة جدا وبتأثر في الميتابوليزم بتاع العيان. فال 12 ساعة دي بقت ايه 6 ساعات او 8 ساعات لو كانت اخر اكلة اكلها العيان حاجة فاتي، انما ايه لو هي نان فاتي ميل 6 ساعات وجدوا ان هي كفاية جدا. طبعا انت ما بتقلل فترة الصيام قبل العملية الميتابوليزم بتاع العيان بيبقى كويس جدا في البوست اوبت. ومع ان عملوا حاجة اسمها كربوهيدريت لود، كربوهيدريت لود بيدوا كربوهيدريت اورالي قبل العملية بأربع ساعات، بثلاث أربع ساعات، فده برضو الانهانس الريكافري بوست ايه بوست اوبرتيف. ووجدوا ان انت لو قدرت بقدر الامكان تستغنى عن الباول بريباريشن، ما تعملش باول بريباريشن، فالريكافري بتاع العيان ممكن يبقى ايه اسرع. وبعدين وجدوا ان انت تبقى مينيمالي انفيزيف، يعني لو اخترت اللابروسكوبي، اللابروسكوبي طبعا احسن من الاوبن سيرجري. اوكي طيب انترا اوبرتيف بقى، انترا اوبرتيف وجدوا ان في جماعه بتوع التخدير غاويين يملوا العيانين سوائل، يزودوا قوي الانترا فينوس فلويد خلال العمليه، فده بيبوظ الميتابوليزم بتاع العيان وبيزود الاديما عنده وبيعمل له بالمونري بروبلم الى اخره. فلو كان الراجل بتاع التخدير بقدر الامكان عامل فلويد بالانس كويس والعيان نورمو ثيرميك خلال العملية، يبقى الأمور بتاع العيان ده، العيان ده هيبقى ريكوفرينج فيري ويل، وخصوصا لو الطبيب التخدير عمل له ابيديورال انستيجيا، ابيديورال ايه انستيجيا. طيب بوست اوبرتيف بقى ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها للعيان بتاعك بحيث تانهانس الريكفري بعد العملية؟ واخد بالك، المسكنات بتاعتك حاول تعمل كومباينيشن بتوين اكتر من فاميلي في المسكنات، وتبعد عن الايه المورفيا، عشان المورفيا بتعمل كونستيبيشن وبتزود الايه الالياس. الحاجه الثانيه حاول تستغنى عن النيزو جاستريك تيوب، او لو موجوده تشيلها بدري. الجزء الثاني لو العيان فيه مثلا فولي كاستر حاول تشيلها بدري، ولو في ابدومينال درين حاول تشيله بدري بدون ما تضر العيان طبعا، واخد بالك. وإيرلي موبيلايزيشن مهم جدا جدا، واخد بالك. فطبعا الحاجات دي مجتمعة ساهمت ان هي تقلل الهوسبيتال ستاي بتاع العيانين بتاع ان جنرال اي عملية، وان بارتيكولر كولوريكتال سيرجري، وقللت الهوسبيتال كوست في نفس الوقت. فده بالنسبة للباراجراف بتاع انهانسد ريكفري افتر انستيجيا، ايراس، اي ار اي اس. اوكي ودي طبعا احنا رجعناها وشفناها مش عايزينها خلاص. اوكي هنا ماني بال
عامل سمري للريسكشن فور كارسينوما اوف ذا كولون، ما فيش مانع نجري عليه برضو. قال لك لما يكون السايت اوف تيومر في السيكم سيادتك هتعمل رايت هيموكوليكتومي، وعرفنا الحاجات اللي انت هتشيلها في الرايت هيموكوليكتومي من التيرمينال اليوم اخر 7 سنتي في الاليوم اب تو ميد ترانسفيرس كولون. ايه الشرايين اللي انت هتقفلها قبل ما تعمل ريسكشن؟ هتعمل ليجيشن للاليوكوليك والرايت كوليك والرايت برانش اوف ذا ميدل كوليك ارتري، ويبقى السيفتي مارجن بتاعك في كله 5 سنتي، في كله 5 سنتي ده على الاقل ديستال وبروكسيمال في كله. اوكي، في طبعا ايه معالجه خاصه للريكتم، لان الريكتم انت قريب قوي من الانال كانال، فديها ليها توصيف تاني خالص. انما بالنسبه للكولون ممكن تعتمد قصه 5 سم دي كسيفتي مارج. طب لو التيومر في الاسندنج كولون برضه هتعمل رايت هيموكوليكتوم، ونفس الكلام دي الحاجات اللي انت هتشيلها، ودي نفس الارتريز اللي سيادتك هتشيلها. طب لو هو هيباتيك فليكشر بقى، هنا في الهيباتيك فليكشر لازم توسع شويه وتعمل ايه اكستندد رايت هيموكوليكتوم. يعني هتوصل لفين؟ هتوصل ل الديسندنج كولون. طبعا الارتريز اللي انت هتشيلها كل الارتريز السابقين بالاضافه الى ايه الميدل كوليك ارتري لازم يتربط طبعا، لان انت شايل معاك الترانسفيرس كولون كله. طيب لو التيومر في الترانسفيرس كولون ممكن تعمل له اكستندد رايت هيموكوليكتومي، وممكن تعمل ترانسفيرس كولوكتومي. لو هو في السبلينك فليكشر بتعمل اكستندد ليفت هيموكوليكتومي، لو في الديسندنج كولون بتعمل ليفت هيموكوليكتومي. وفي الليفت هيموكوليكتومي او الاكستندد ليفت هيموكوليكتومي ايه الارتريز اللي سيادتك هتربطها؟ هنربط الميدل كوليك، وهنربط الليفت كوليك، وهنربط الانفيرو ميزنتريك ارتري. اوكي، بوست اوبرتيف بقى العيان يقول لك انا بعد العمليه هاخد كيموثيرابي ولا مش هاخد؟ هتقول له يعتمد على ايه؟ على الستيج. يعني العيان اللي هو جاي لك فيه تي 1 و 2 ومعهوش ليمف نودز ومعهوش طبعا ايه متاسس، ده مش هيحتاج. الايرلي ستيج اللي هو ميكوزا وسب ميكوزا ونوت يعني معداش الباول وول تي 1 و2 مش هيحتاج بوست اوبرتيف، مش هيحتاج ادجوفنت كيموثيرابي. انما تي 3 اللي هو وصل البيري كوليك فات اند فاشيا سواء معاه ليمف نود او معهوش هياخد ادجوفنت كيموثيرابي. يبقى ايه تي 1 و2 ان 0 ام 0 مش هياخد اي حاجه غير كده، ايه هياخد ايه كيموثيرابي، واخد بالك؟ ووجدوا ان الكيموثيرابي بيعمل ممكن لو اتاخد قبل العمليه بيعمل داون سايز للتيومر، وممكن بعد العمليه بيعمل داون سايز للليفر ميتاستس كمان. اوكي طيب، يبقى الانديكيشن اوف كيموثيرابي، وده ملخص كويس، قال لك كل العيانين اللي عندهم بوزيتيف ليمف نود لازم ياخد كيموثيرابي. العيانين اللي هم تي 3 اند تي 4 هياخدوا كيموثيرابي، اللي تحت الميكروسكوب في فينوس انفولفمنت هياخد ايه كيموثيرابي، اللي قبل العمليه كان السي اي اي كارسينو امبريونيك انتيجين عنده عالي هياخد برضو بوست اوبرتيف كيموثيرابي. ليه؟ لان ده انديكيشن ان التيومر بيردن عالي جدا عنده. وطبعا البور ديفرنشيتنج او الانوبلويدي هياخد كيموثيرابي، واللي عنده مايكرو ساتلايت انستابيليتي هياخد كيموثيرابي، اللي هو ايه اللي هو عنده ميوتيشن في الجين اللي بيعمل كوركشن للدي ان ايه ايرور، فده طبعا كل الميكوزا عنده ممكن ايه تبقى بريدسبوز تو ميتا كرونس تيومر، فلازم ياخد بوست اوبرتيف ايه كيموثيرابي. اوكي طيب، الاستجابه بتاع كولون للراديوثيرابي ضعيفه، انما ممكن في دور للراديوثيرابي في الريكتال كارسينوما وليس في الكولونيك كارسينوما. طيب لو هو عيان بقى جاي لك عنده ميتاستاسيس في الليفر او في اللنج من غير اوبستراكشن، isolated metastasis في الليفر or lung من غير مستعجل، بتعمل له ايه؟ برضو بتعمل له radical surgery وبتشيل الايسوليتد metastasis في نفس العملية او في عملية بعد البرايمري surgery. يعني ممكن تتعمله في نفس العملية وممكن يتعملوا ايه ورا بعض، يعني في العملية الاولى تبقى radical وبعديها
إيه بعد كده تتعامل مع الليفر متاستس او اللونج ايه متاستس. اوكي العيانين دول طبعا ممكن يستفادوا من النيو ادجيفنت ثيرابي اللي هو الكيموثيرابي اللي بيتاخد قبل العمليه. اوكي فبتدي له كيموثيرابي قبل العمليه وبتتابع العيان لمده شهرين وبتعمل له ريبيت سي تي وريبيت ام ار اي عشان ري ايفالويت الاستجابه بتاعت الورم للبري اوبراتيف كيمو ثيرابي. اوكي طيب مانجمنت اوف ليفر سكندريز. ليفر سكندريز دي تاخد بالك منها قوي في الكولون كارسينوما. ليه؟ لو انت عملت لها جود مانجمنت بتزود السرفايفل بتاع العيان، انما لو ما اهتمتش بيها ال 5 year survival بيبقى زيرو. انما لو اهتمت بيها في عيان الكولوريكتال كارسينوما اللي عنده ليفر متاستس ال 5 year survival بيبقى حوالي 30%. فتهتم بيها ازاي بقى؟ واخد بالك في حاجات قبل ما تقرر جراحه ممكن جدا تعمل حاجه اسمها ايه هيباتيك ارتيريال كيموثيرابي، تحقن كيموثيرابيوتيك دراجز في الهيباتيك ارتري عشان تشتغل على السكندري بس وما يبقاش ليها سيستميك افكت الخطير بتاعها عند العيان. طب ايه تاني؟ ممكن تدمر الليفر سكندري بالراديو فريكوانسي. اوكي بالراديو فريكوانسي. طيب في حاجه تانية ممكن تعمل ريسكشن؟ الاجابه يس، ممكن تعمل ليفر ريسكشن في احوال معينه. ايه الاحوال المعينه دي؟ لو عندك العيان بتاع كولون كارسينوما عنده سوليتري ميتاستاسيس كونفايند تو وان لوب اوف ذا ليفر فهتشيل اللوب ده، او عنده اقل من 3 ميتاستاسيس ان بوث لوبس فهتعمل ايه؟ برضو ريسكشن والسيفتي مارجن ما يقلش عن 1 سنتي. بروفايدنج ايه بقى؟ مفيش اكسترا هيباتيك ديزيز. في يبقى لو عيان جالك كارسينوما اوف ذا كولون وعنده سوليتري ميتاستاسيس او ميتاستاسيس كونفايند تو وان لوب اوف ذا ليفر او في ان بوث لوبس بس اقل من 3، بروفايدنج ان مفيش اكسترا هيباتيك ميتاستاسيس ممكن تعمل له ريسكشن لذوس ميتاستاسيس. اوكي في حاجات بقى ايه؟ في نوفل ايجنتس ان كولوريكتال كانسر، الادويه اللي انتوا سمعتوا عنها اللي هي مونوكلونال انتي بوديز، اللي هي الانتي بوديز اللي موجهه للمالجنانت سيلز فقط، ما بتشتغلش على الخلايا الطبيعيه، يعني مش زيها زي الكيموثيرابي. الكيموثيرابي بيشتغل على الديفايدنج سيلز سواء كانت مالجنانت او نورمال، انما المونوكلونال انتي بوديز وهي فيري اكسبنسيف طبعا بتشتغل على الخلايا السرطانيه فقط. ففي دواء بيشتغل على الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، الجروث فاكتور اللي بيخلي الورم يعمل اوعيه دمويه خاصه بيه عشان تغذيه وينتشر ويكبر ويتكاثر. فلو انت قدرت تعمل انهبيشن للجروث فاكتور دي بمونوكلونال انتي بودي، الورم مش هيكبر، مش هينتشر، مش هيتكاثر. الدواء اسمه ايه؟ افاستين او بيفاسيزوماب. ده ضد ايه؟ ضد الفاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور. في دواء تاني نفس الميكانيزم بيشتغل على ابيدرمال جروس فاكتور، ابيدرمال جروس فاكتور، واسمه ايه؟ سوتوكسيماب. اوكي والاثنين دول ممكن يتاخدوا مع الكيموثيرابي لان هم انهانس الافكت اوف كيموثيرابي. اوكي بالنسبه بقى للفولو اب بتاع العيان، انت عملت عمليه للعيان هتعمل له فولو اب ازاي؟ هتقيس له اوكلت بلاد ان ستول كل 3 اشهر لمده 3 سنين بعد العمليه، هتعمل له كولونوسكوبي كل 6 اشهر بعد العمليه لمده 3 سنين وبعد كده كل سنه، هتقيس له الكارسينو امبريونيك انتيجين كل 6 اشهر لمده 3 سنين، هتعمل له تشيست اكس راي كل سنه. فده الفولو اب بتاع العيان. اوكي طبعا لو العيان جاله ريكارنت او ميتاستاتيك كانسر بتعمل له في الفولو اب طبعا كارسينو امبريونيك انتيجين، فبتعمل لها ريسكشن ان بلوك ريسكشن
بيدخلوا اوضه العمليات تاني ومتاسس في الليفر، عرفنا الوضعيه بتاعتها من شويه. اوكي، هل في كيمو بريفنشن للكولونيك كانسر؟ وجدوا ان العيانين اللي عندهم نقص في الفوليك اسيد بيحصل عندهم حاجه اسمها دي ان ايه ميوتيشن، بيحصل عندهم حاجه اسمها ميثايليشن، بتضاف ميثايل جروب للدي ان ايه وبيحصل دي ان ايه ميوتيشن، وده بيمهد للامراض للاورام. فممكن العيان بتاعك تديله فوليك اسيد علشان تعدل البالانس ده وتقلل احتمالات الدي ان ايه بريك اند ميوتيشن. اوكي، طبعا العيان بتاعك بوست اوبتيف ريكومند دياتري فايبرز عشان دي بتقلل الترانزيت تايم في الكولون وبالتالي بتقلل تعرضه للكارسينوجين. وجدوا طبعا احنا قلناها قبل كده الاسبرين والكالسيوم والسولانداك اللي هو نون استرويدال، المجموعه دي بروتكت اجنست كارسينوما اوف ذا كولون، الاسبرين والكالسيوم والسولانداك. طيب في بقى حاجه اسمها ايه؟ كولون سكريننج. كولون سكريننج ازاي نعمل سكريننج بحيث نشيل الكولونيك بلوباي قبل ما تتحول لسرطان، او نكتشف سرطان in a very early stage، stage 1 او stage 2. اوكي، فلازم تبقى عارف ان لو عندك 100 عيان كولون كانسر 75% منهم بيبقوا سبورادك. يعني ايه سبورادك؟ يعني مش معروف لهم ريسك فاكتور، لا فاميليال ولا جينيتك، يعني دي نوفو 75%. هل ايه بقى السكريننج بروجرام اللي هي ممكن تتعمل للكارسينوما؟ المهم قوي كل سنه نعمل فيكال اوكلت بلاد تيست لكل واحد فوق الخمسين سنه، فيكال اوكلت بلاد تيست. اوكي، نشوف في دم في البراز. مهم قوي ان احنا نعمل كولونوسكوبي للناس اللي هي فوق الخمسين سنة مرة كل عشر سنوات. مهم قوي نعمل كولونوسكوبيك سكريننج للناس اللي هي فوق الخمسين سنة مرة كل عشر سنوات. طيب لو كان عندهم family history of carcinoma of the colon يبقى نبدأ السكريننج من 45 او 40 سنة، نبدأ الكولونوسكوبي من 40 سنة للناس اللي عندهم high risk factors to develop colonic carcinoma. انما لو هو average risk، مواطن عادي يعني ما عندوش family history او genetic predisposition، نبدأ نعمل له colonoscopic screening من غير ما يشتكي من اي حاجة خالص بداية من سن الخمسين، ويكرر كل ايه خمس سنوات. طب في option تاني، ممكن يتعمل له flexible sigmoidoscope كل خمس سنوات للناس اللي هي at the age of 60. اوكي، كل خمس سنوات، ده اوبشن وده اوبشن. البيست اوبشن، الجولد ستاندرد في السكريننج، الكولونوسكوبيك سكريننج اللي بدايه من سن 50 سنه وبيتعمل كل 10 سنوات. في اوبشن تاني اللي هو فيرتشوال كولونوسكوبي. كده يبقى خلصنا الكولون كانسر. المرة الجاية هنتكلم على the particular disease of the colon. Thank you very much for watching this video. This is Dr. Baki from Egypt, the professor of general surgery and a series of surgery made easy for undergraduate medical students. We are revising surgery from manual of surgery, a book written by students for students. Now it's time to like, dislike, share, and subscribe.